مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد من أيام المحترف. النهاردة إن شاء الله أكيد حلقة دسمة جدا، أكيد هنتكلم فيها عن منتخبنا القومي، نتكلم كمان على المشوار اللي جاي. خلاص هانت خطوتين بإذن الله ونرجع بالتمنة لبلدنا العظيمة مصر، ونكون فعلا حققنا إنجاز كبير جدا جدا جدا. عايز أقول أولا مبروك أولا لكل المصريين، مبروك للعيبة، مبروك للجهاز الفني، وإن شاء الله خلاص سقف طموحاتنا وصل للكاس. عايز أقول لحضراتكم يمكن من خلال متابعتنا خاصة مباراة ساحل العاج والمباراة الأخيرة أمام المنتخب المغربي، شميت أنا على مستوى الشخصي شميت ريحة بطولة 98. بطولة 98 فيها يعني كان فيها يعني معاناة كبيرة جدا جدا، وكان فيها تشابه كبير جدا بهذه البطولة. أولا عايز أتكلم عن، مش هتكلم على التكتيك ولا هنتكلم على الإمكانيات ولا لا، أنا هتكلم على نقطة مهمة جدا، وأنا من خلال طبعا وتشريف إن أنا مثلت بلدي في 6 بطولات أفريقية، عايز أقول لكم إن الروح القتالية هي سر نجاح المنتخب المصري. أكيد في شغل على المستوى الفني على المستوى التكتيكي، لكن الروح القتالية دايما بنلاقي الروح. كلمة الروح القتالية دي بتظهر من أول دقيقة، بتظهر من خلال لقطات، من خلال المباراة، بتظهر في الروح، بتظهر في اللعيبة من خلال حاجات صغيرة جدا. من خلال الحاجات الصغيرة دي أقدر أقول لكم إن شاء الله بإذن الله منتخب مصر هو بطل هذه البطولة. ما فيش شك ان المنتخب مر بمراحل في البطوله ديت، بدايه طبعا مباراه نيجيريا، وكان طبعا كل الانتقادات على كيروش وعلى ادائه وعلى وعلى وعلى، لكن كل ده صدقوني بيتنسي في لحظات النجاح ولحظات الفوز. احنا قريبين جدا جدا من لحظات النجاح، زي ما بقول لحضراتكم مباراتين على مستوى عالي جدا من الاداء وعلى مستوى الروح. بتتكلم عن منتخب مصر، الحارس الأساسي محمد الشناوي ربنا يرجعه لنا بالسلامة بيصاب، بينزل أبو جبل في وقت صعب جدا وبينقذ كورة جميلة جدا وبيصد ضربة جزاء وبيصعدنا أو بنصعد ليه عشان نقابل المغرب. مباراة المغرب مباراة صعبة على مستوى التاريخ، أكيد كان في ضغوط كبيرة جدا جدا، لكن أعتقد المستوى الفني اللي ظهر بيه ولادنا كان مستوى أكتر من رائع، خاصة انك رجعت المباراه، انت بيجي الجول فيك في من ضرب الجزاء في اول مباراه بتتصعب عليك الامور، لكن بتكلم مع حضراتكم الروح داخل الملعب وخارج الملعب، ودايما بقول الروح اللي خارج الملعب كمان ليها دور كبير جدا جدا. حضراتكم شايفين ملحمه، انا في اعتقادي دي ملحمه ان شاء الله باذن الله بتتوج هذه الملحمه بالفوز بالكاس الثامنه لبلدنا العزيزه. على مستوى مباراة المغرب عايز أتكلم في نقط كتيرة جدا. النقط الكتيرة زي الصورة، أبو جبل بيصاب وكلنا بنحط إيدينا على قلبنا، لكن بينزل محمد صبحي وبيأدي بشكل أكتر من رائع. عايز أتكلم على صور محمد صلاح وقيادة محمد صلاح، أنا في رأيي الشخصي أفضل مباراة أداها محمد صلاح مع منتخب مصر هي مباراة المغرب. بنتكلم على نجاحات كبيرة جدا جدا، بنتكلم على وجود تريزيجيه وعودته بشكل أكتر من رائع، بنتكلم على الأبطال اللي في خط الظهر، وعايز أذكر بالذكر طبعا محمد عبد المنعم في رأيي الشخصي، ويمكن من خلال إن أنا كنت بلعب في هذا المركز بقول مولد نجم دولي كبير جدا جدا. على مستوى الأداء رائع، على مستوى الهدوء رائع، على مستوى التهديف محمد عبد المنعم كان ليه طبعا الاسيست اللي طبعا كان مهم جدا جدا في الهدف الاول وهدف التعادل. اللقطات اللي قدام حضراتكم الدويتو اللي ان شاء الله باذن الله يتوج كمان دويتو صلاح وتريزيجيه واشاراته واحتفالاته بعد الهدف الثاني، كمان لقطات على مستوى الروح الرياضيه، وطبعا ما بين مصر والمغرب حضراتكم عارفين يمكن يعني كان المغرب كعبه شويه عالي على المنتخب المصري، لكن المنتخب المصري في مرتين متتاليتين بيفوز على المنتخب المغربي، ودوت هتكلم كمان مع حضراتكم في عوده الشخصيه المصريه، شخصيه المنتخب المصري تعود من خلال مباراتي ساحل العاج والمغرب. فرحه محمد صلاح زي ما حضراتكم شايفين الاصرار والعزيمه، وزي ما بقول لحضراتكم مهم جدا ان عوده الشخصيه للمنتخب المصري.
المنتخب المصري منتخب كبير، اسم مصر في افريقيا كبير جدا جدا، وشفنا ده من خلال مباراه ساحل العاج، بتفكرني بمباراه ساحل العاج 98 تقريبا نفس الظروف، كنا بنحاول نطلع اول المجموعه، اتغلبنا المباراه في اخر مباراه في المجموعه امام المغرب، طلعنا تاني قابلنا ساحل العاج. اللي بقول لحضراتكم كل المنتخبات الافريقيه بتحترم اسم المنتخب المصري، وكسبنا بضربات الجزاء 5-4، وحصل كمان في هذه البطوله ان احنا كسبنا 5-4. فبقول لحضراتكم مهم جدا عوده الشخصيه وعوده شخصيه المنتخب المصري، ده مهم. ايه ده مهم؟ مش بس للبطوله ديت، ده مهم كمان للاهم، ده اهم كمان حاجه ان شاء الله الوصول لكاس العالم. عندنا مباراه فاصله امام المنتخب السنغالي، حضراتكم كمان تابعتوا منتخب السنغال، وهو طبعا بيفوز على غينيا الاستوائيه 3-1، لكن صدقوني بهذه الروح وبهذا الاداء وهذا الالتزام والروح القتاليه لاخر دقيقه، انا بقول ان شاء الله باذن الله منتخب مصر الحائز على الثامنه الافريقيه، والاستمراريه ان شاء الله امام السنغال في التصفيات النهائيه المؤهله لكاس العالم. انا ان شاء الله متفائل جدا جدا، والتفاؤل دوت زي ما بقول لحضراتكم انا باخدها، انا عشت في الملاعب، يعني انا قعدت في منتخب مصر 15 سنه ومر علينا حاجات كتيره جدا، شفت قد ايه كانوا احنا رجاله في الملعب والروح عاليه، مش داخل الملعب بس، الروح العاليه دي ما بتجيش قبل الماتش بدقيقه، الروح العاليه والقتال ده بيتحضر له من ايام، اللمه بتاعت اللعيبه انا متاكد منها، والكلام عن المباراه انا متاكد منه قبل المباراه، لان الناس بتقول الروح عمر الروح ما بتيجي في الملعب، لو انت مش محضر كويس قوي اولا للشكل الفني والشكل الادائي والتكتيكي ده تمام، لكن لو مش محضر نفسك انت ما بينك وبين نفسك نمره واحد، ما بينك وما بين زمايلك نمره اتنين، ما بينك وما بين الجهاز الفني واللعيبه كلها بتقعد مع بعض ويبداوا يتكلموا اللي جاي، ده اعتقد هو دوت سر النجاح. ان شاء الله باذن الله يستمر هذا التكاتف، وانا بقول لحضراتكم اذا استمر المنتخب بهذه الروح القتاليه، ودايما بقول الروح القتاليه في الاول، وهذا الالتزام التكتيكي على مستوى عالي جدا، عايزين كمان ندي كروش حقه لان من خلال المباراه اداها اداء اكتر من رائع، من التغييرات، من رؤيته للاداء التكتيكي للمنتخب المغربي، ازاي يتعامل مع انه يوقف لعيب كبير جدا زي اشرف حكيمي بشكل تكتيكي اكتر من رائع، كمان ندي له حق زي ما انتقدنا كيروش امام مباراه نيجيريا، لازم ندي له حقه ان هو ادى مباراه اكتر من رائعه، مباراه ساحل العاج فريق كبير، مباراة المغرب فريق كبير، ودايما بيكون في يعني شد وجذب في مباراة مصر مع المغرب او الجزائر او تونس، لكن زي ما بقول لحضراتكم خلاص عدينا، دلوقتي موجودين امام منتخب الكاميرون في 98، عدينا ساحل العاج، قابلنا بوركينا فاسو قبل النهائي وكان اصحاب الارض، النهارده بنتكلم ان احنا هنقابل كمان اصحاب الارض المنتخب الكاميروني، اكيد مباراة صعبة لكن صدقوني ان شاء الله باذن الله لو حافظنا ومسكنا بايدينا واسناننا على الروح ديت والقتال دوت والاداء الرجولي بما يليه الاداء التكتيكي والالتزام و و و ان شاء الله باذن الله نكون موجودين في النهائي. الف مبروك مره ثانيه لكل الشعب المصري، للاعبتنا، للجهاز الفني، وباذن الله باذن الله التامنه مصريه. طيب قبل ما هنخش طبعا النهارده عندنا حلقه كبيره جدا وكلها عن بطوله افريقيا. عايزين نتكلم ان النهارده كمان نادينا النادي الاهلي العظيم بيسافر الى دبي، مشوار جديد ومجد جديد ان شاء الله في بطوله كاس العالم للانديه. طبعا وصول بعثتنا النهارده، وعايز اتكلم سريعا لان في طبعا طموحاتنا كجماهير النادي الاهلي، احنا عارفين الاهلي بمن حضر، لكن خلينا نتكلم بكل امانه، البطوله صعبه، غياب عدد كبير جدا من اللعيبه، اعتقد هيبقى الظروف صعبه جدا، لكن أنا زي ما بنقول ودايما بنقول الأهلي بمن حضر، لكن كل الدعم لفرقتنا إن شاء الله. البعثة طبعا والصورة اللي قدام حضراتكم من وصول البعثة من خلال يمكن تلت ساعة أو ربع ساعة من دلوقتي، وصول البعثة وكل الناس متواجدة طبعا، طبعا أعضاء مجلس الإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني، كل الناس ملتزمة بشكل أكثر من رائع، وكلنا بنقول يا رب. النادي الأهلي بيمثل مصر أولا وأخيرا، النادي الأهلي كمان بيمر بظروف صعبة كلنا عارفينها، بظروف الإصابة والإصابات الكثيرة جدا جدا، غياب لاعبين مؤثرين كتير جدا جدا، احنا بنتكلم دايما النادي الأهلي مش هقول
انه بيدفع ضريبه ان هو معظم لعيبته في المنتخبات القوميه على مر العصور، لكن هو دوت واجب النادي الاهلي. واجب النادي الاهلي ان هو بنشتغل على طبعا ان احنا نحافظ على اسم نادينا ويكون اسم نادينا دايما في رقم واحد، لكن كمان على المستوى الاعلى بنتكلم على منتخب مصر واسم مصر، ودايما لعيبه النادي الاهلي هي لعيبه بتتحمل مسؤوليه، واي لعيب بيحمل تيشيرت النادي الاهلي زي ما شفنا في يمكن مباريات كاس الرابطه، وقد ايه اللعيبه الصغيره اللي لسه طالعه عندها هذا الجين زي ما بتكلم الدي ان ايه داخل لعيبه النادي الاهلي، دايما عندهم الروح القتاليه العاليه اللي احنا مش مطلوب مننا غير هذه الروح وهذا الاصرار يكون كمان موجود في كاس العالم للانديه. عارفين المباريات صعبه جدا، عارفين الامور صعبه جدا جدا على الجهاز الفني على اللعيبه، لكن كمان من الناحيه الثانيه احنا بنتكلم احنا النادي الاهلي بالاصرار والعزيمه والروح القتاليه هنقبل. جماهير النادي الاهلي دايما بتقبل، ممكن تقبل الهزيمه لو شايفه اللعيبه بتموت نفسها في الملعب، لو شايفه ما حدش بيأثر من جهاز فني او لاعبين، جماهير النادي الاهلي بتقبل الهزيمه في هذه الحاله، لكن كمان جماهير النادي الاهلي كمان بتحب تشوف فرقتها كسبانه. فالمعادله ديت يا رب ان شاء الله باذن الله يعني نشوفها 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 ان شاء الله في كاس العالم الانديه. كمان رحله النادي الاهلي خلينا ناخدها في جزء اخر، النادي الاهلي بيمثل يعني بيمثل مصر في محفل عالمي، محفل كبير جدا جدا جدا، وان شاء الله دايما يكون متواجد النادي الاهلي. يمكن اعتقد دي المره يقولوا لي المره السادسه او المره السابعه في كاس العالم الانديه، ده رقم كبير لطبعا فريق افريقيا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي شرفنا زي ما بقول لحضراتكم، النادي الاهلي رايح وحامل اسم النادي الاهلي المصري، النادي الاهلي المصري بيمثل مصر زي ما اولادنا اللي بيمثلوا او من النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي بيشرفونا ويمثلونا في الكاميرون في بطوله افريقيا، كمان لعيبه النادي الاهلي الموجوده دلوقتي اللي وصلوا بسلامه الله لدبي دول اللي هيمثلونا ان شاء الله بدايه من يوم السبت الجاي مع نادي مونتريه المكسيكي، كمان بيمثلوا مصر بشكل او باخر. كل التوفيق لبعثتنا، كل التوفيق ل طبعا فرقتنا فريق النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله يكون ليه كل التوفيق، وكل طبعا التحيه للاعبين، وان شاء الله باذن الله اكيد ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي نمره واحد بيقاتل في الملعب، وان شاء الله باذن الله مهما كان. ودايما في مقوله واكيد جماهير النادي الاهلي عارفه المقوله دي، الاهلي بمن حضر. ان شاء الله كل التوفيق، وباذن الله زي ما بقول الاهلي بمن حضر. مباريات صعبه، كاس العالم بدون لاعبين دوليين وعدد اصابات كبيره جدا جدا، لكن انا بقول للعيبه استمتعوا استمتعوا بالاجواء ديت، اجواء اكثر من رائعه. كاس العالم الانديه يعني مناسبه عالميه، لازم اللعيبه تستمتع واللعيبه تقاتل باسم مصر واسم النادي الاهلي، وان شاء الله النتيجه تكون نتيجه ايجابيه. خلينا طبعا يعني كمان قبل ما نروح لاخبارنا الصحافه العالميه ونشوف كمان الصحافه العالميه قالت ايه عن منتخبنا، الصحافه العالميه صحافه انجلترا قالت ايه عن تالق صلاح وعلى تريزيجيه، لكن عايز اخد حضراتكم في نقطتين ثلاثه يمكن عايزين نتكلم فيها. النقطه الاولانيه يمكن النهارده منتخب مصر طلب من الاتحاد الافريقي لكره القدم انه عايز يغير فندق الاقامه اللي في ياوندي. يمكن قالت بعض المصادر في المنتخب ان البعثه بتامل ان طبعا الكاف يرشح لها فندق افضل شويه، حضراتكم عارفين الاقامه صعبه جدا جدا. وعايز اقول كمان يعني رساله كده للمنتخب، دوسوا على نفسكم وكملوا لو قادرين كملوا، صدقني المعاناه حتى في الاقامه بتدي روح وبتدي عزيمه اكتر. يعني احنا بنفتكر في بوركينا فاسو كنا قاعدين في عشش، فاعتقادي الشخصي ان حتى لو الاتحاد الافريقي قال لا مفيش اوتيلات، كلنا عارفين طبعا الوضع في الكاميرون، كل الاحترام للكاميرون طبعا، لكن في ظروف الامكانيات المتاحه بيحاولوا يقدروا يعملوا اللي عليهم، لكن منتخبنا قادر لو مفيش فندق اكتر من كده او افضل من كده لا نقعد في الفندق، ويبقى في معاناه، المعاناه دي صدقوني ان شاء الله باذن الله تكون ايجابيه. وخلي بالكم يعني بنتكلم كمان على لعيبه على مستوى عالي جدا، ان محمد صلاح وتريزيجيه، محمد صلاح احسن لعيب في العالم، افضل لعيب في العالم،
عشان يقعد في اوتيل متواضع وده كمان محسوب له واللعيبه كلها محسوب لها الكلام ده. لكن انا من خلال زي ما بقول لحضراتكم لعبت ست امم افريقيا، المواقف الصعبه اللي زي ديت بتديك حماس وبتديك روح وبتديك حافز ان شاء الله باذن الله ان احنا نكمل البطوله. فما فيش مشكله، البعثه بتطلب لو في فندق افضل ننقل فيه، لكن لو ما فيش نكمل ان شاء الله وباذن الله يكون خير. زي ما حضراتكم عارفين طبعا المباراه منتخب مصر هيقابل الكاميرون ان شاء الله الساعه 9 يوم الخميس اللي جاي على ملعب اولمبي في نصف النهائي ان شاء الله باذن الله، كل التوفيق لمنتخبنا. الخبر الثاني طبعا اقاله منذر الكبير طبعا المدير الفني السابق للمنتخب التونسي. النهارده الاتحاد التونسي لكره القدم قرر اقاله المدرب منذر الكبير على ضوء طبعا نتائج نسور قرطاج في بطوله امم افريقيا بالخروج طبعا من الدور ربع النهائي بعد طبعا الهزيمه 1-0 امام بوركينا فاسو. يمكن كان مكتوب من خلال التقرير او القرار اللي طلعه الاتحاد التونسي ان كشف من خلاله ان يعني هيعين تعيين مساعد الكبير خلال يعني المساعد جلال الادري خلال الفتره اللي جايه. الاتحاد التونسي كان عامل يمكن شرط جزائي او مش هقول شرط جزائي لكن وضع امام منذر كبير شرط بالوصول الى المربع الذهبي في البطوله الافريقيه. دي كانت من ضمن الاهداف اللي تم الاتفاق عليها عند امضاء العقد طبعا، وطبعا عدم الوصول للمربع الذهبي في البطوله الافريقيه اطاح طبعا بمنذر الكبير المدير الفني السابق للمنتخب التونسي. طيب خلينا بعد الاخبار ديت زي ما بقول لحضراتكم يمكن منتخب كمان تونس بيستعد زينا طبعا. منتخب تونس هيلعب يعني هيلعب في المباراه القادمه مباراه صعبه كمان على مستوى الوصول لتصفيات كاس العالم، وده يمكن الهدف الكبير زي ما بقول لحضراتكم. هدفنا دلوقتي احنا كمصريين باذن الله هي ان شاء الله التامنة ان شاء الله باذن الله، لكن كمان الهدف الاكبر باذن الله الوصول لكاس العالم القادمه ان شاء الله قطر 2022. طيب تعالوا مع حضراتكم نروح ونشوف من خلال المحترف الصحف العالميه قالت ايه عن فوز المنتخب المصري على المنتخب المغربي والوصول للدور نصف النهائي في البطوله الافريقيه. يلا نبدا جولتنا بصحيفه المنتخب المغربيه. كتبت الصحيفة على غلافها بالبنت العريض يعني الفرانة حنطونة، يعني ركزت الصحيفة على كمال المدير الفني لمنتخب المغربي وحيد خليلوفيتش وكتبت وحيد العنيد بإفلاس جديد. طبعا لا يحتاج للتأكيد، ده كان صحيفة يمكن كان طبعا الأمور كانت هناك صعبة جدا في المغرب، ما كانوش متوقعين أو نقدر نقول إن المنتخب المصري قدم مفاجأة كبيرة بالأداء والنتيجة والعودة تاني للمباراة بشكل أكتر من رائع. وزي ما بقول لحضراتكم هم كمان من خلال الصحف المغربية بيقولوا إن المنتخب المغربي ظهر بشكل غير جيد وظهر برعونة في الأداء، وكمان ما حفز ده اللي كمان حفز الفراعنة على الانتفاضة وقلب النتيجة والريمونتادا والفوز بنتيجة 2-1. على مستوى انجلترا على مستوى الميرور الانجليزية اللي قالت النهاردة محمد صلاح وساديو ماني يلهمان مصر والسنغال ويصعدان لنصف نهائي أمم أفريقية. أشارت ميرور إن طبعا الثنائي بنتكلم على محمد صلاح وساديو ماني ساعدوا منتخباتهم بشكل كبير جدا جدا في التأهل إلى المباراة نصف النهائية. إكسبريس البريطانية موقع إكسبريس البريطاني النهاردة وصف محمد صلاح ببطل مصر طبعا بعد ما قاد المنتخب الوطني من التحول من الخسارة إلى الفوز على المنتخب المغربي والفوز 2-1 والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا. كمان الجارديان صحيفة الجارديان كمان الإنجليزية أشادت بالفرعون المصري محمد صلاح مؤكدة أنه صنع الفارق ليقود المنتخب الوطني للعودة من التأخر 1-0 إلى الفوز 2-1، ووضع طبعا كمان صورة تريزيجيه وهو بيحتفل مع صلاح زي ما شفنا مع حضراتكم. كمان هذه الصورة منقولة للصحف العالمية وظهرتها طبعا هذه الصحيفة بشكل جميل ومع صلاح وتريزيجيه، وطبعا تريزيجيه بيلمع طبعا حذاء محمد صلاح
يعني احتفالا بمحمد صلاح بالاداء اللي بيأديه والاسيست الاكثر من رائع اللي عمله لتريزيجيه. طيب الديلي ميل الانجليزيه كمان في عنوان تقريرها عن اللقاء بتقول ما بين قوسين محمد صلاح يقود الفراعنه لنصف نهائي كاس امم افريقيا بهدف وتمريره حاسمه، وتريزيجيه بيسجل في الوقت الاضافي بعد تقدم المغرب بركله جزاء سفيان بوفال. زي ما بقول لحضراتكم المتابعه على مستوى حتى الصحافه العالميه يعني متابعه كبيره جدا جدا، وده كمان بيأكد ان البطوله الافريقيه من البطولات الكبيره على مستوى العالم مش على مستوى افريقيا بس. البطوله السنه دي بطوله مميزه جدا، بطوله بتقول ان الفرق الافريقيه خلاص الفوارق ما بقتش كبيره صدقوني. مين يقول ان المنتخب الجزائري حامل اللقب بيغادر من الدور المجموعات؟ مين قال ان المنتخب الغاني بيغادر؟ مين قال ان المنتخب، بنتكلم على منتخب تونس بيغادر، بنتكلم على منتخبات على مستوى جزر القمر، على مستوى سيراليون، بنتكلم على منتخبات على مستوى غينيا الاستوائيه، بنتكلم على منتخبات يمكن بعض الناس كانت خلاص بتفتكر الفوارق بعيده، لا خلاص البطوله دي بتاكد ان الفوارق ما بين المنتخبات اصبحت قليله. اللي هيعمل الفارق دوت اولا مجهودك في الملعب، خلاص احنا بنتكلم على التاريخ، التاريخ ده من زمان. تاكد تاريخك ازاي؟ من خلال روح قتاليه، من خلال التزام، من خلال قدره كبيره جدا جدا انك توصل للمنافس اللي امامك ان احنا ابطال. ده اللي ان شاء الله باذن الله عايزين نشوفه في مباراه الكاميرون. عايزين نشوف نسخه من القتال في مباراة ساحل العاج، نسخة من الالتزام والقتال والروح القتالية من أول دقيقة لغاية الدقيقة 120. إن شاء الله نحسم الأمور أمام المنتخب الكاميروني إن شاء الله بإذن الله في الوقت الأصلي للمباراة. مفيش شك إن إحنا عندنا مشوار طويل جدا، لكن بإذن الله هذا المشوار بإذن الله يقودنا إلى التمنة ونرجع بالكاس التمنة لبلدنا العزيزة. عندنا إن شاء الله بعد الفاصل السريع اللي هنطلعه، هنطلع لفاصل وهنستقبل الناقد الرياضي محسن لملوم عشان نتكلم على منتخبنا ان شاء الله باذن الله ايه اللي اتعمل وايه ان شاء الله اللي يتعمل للفوز بالكاس الثامنه لبلدنا مصر. نروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بحضراتكم وبرحب بضيف النهارده في المحترف الناقد الرياضي المتميز محسن لملوم. هيكون معانا يعني التحليل الفني ورؤيته ان شاء الله لمشوار منتخب مصر، خلاص خطوتين باذن الله ونحصل على الكاس. برحب بيك يا محسن، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. مبروك، مبروك لينا كلنا. مبروك، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ومبروك لينا كلنا طبعا، ومبروك لحضرتك. وبصراحه المنتخب يعني فرحنا والفرحه حلوه اكيد، يعني اكيد الفرحه حلوه وان شاء الله تكمل باذن الله. خليني قبل ما نخش في مشوار المنتخب ونتكلم على منتخب بشكل عام، عايز اكلمك. كنت بتكلم يمكن قبل ما تخش على الخريطه الافريقيه بدات تتغير، يعني بدانا نشوف فرق يمكن كنا بنفتكر من سنين قليله انها فرق خلاص ممكن تتغلب 5 و6، لكن شفنا فرقه زي جزر القمر، شفنا جامبيا. فرقه زي جامبيا، غينيا الاستوائيه، بتتكلم حتى حتى على مستوى الوصول لنص النهائي شايفين بوركينا فاسو من الفرق المميزه. صحيح. لكن خريطه افريقيا بتتغير يا محسن. اكيد طبعا، يعني حتى لو مش بس المنتخبات اللي هي ما كناش بنعملين لها اي تقدير او اعتبار، سبحان الله بقت شوف وصلت فين زي جامبيا مثلا او اللي حضرتك ذكرتهم، لكن حتى المرشح الاول للفوز بالبطوله خرج من الدور الاول. صحيح. هو منتخب الجزائر باعتراف الكل، ويعني حتى سواء حتى يمكن كانت الليكيب الفرنسيه كانت حاطط الجزائر لوحده 5 ستار بخمس نجوم لوحده ان هو ده مرشح للمرشح الاول والابرز للفوز باللقب، وبعدين خدت بقى المنتخبات بشكل متتالي. فسبحان الله ده خرج من الدور الاول ومعاه منتخب غانا، منتخب غانا ومنتخب الجزائر الاثنين هيلعبوا المباريات النهائيه للفصل على كاس العالم، انتقلوا لكاس العالم في قطر يعني 2022. فاقصد اقول ان هي طبعا بتتقلب، فالحمد لله ان احنا ما رحناش في الحته دي، يعني منتخب مصر كبير فالحمد لله ما راحش في القصه دي، قدر يحافظ على نفسه ومحافظ على نفسه منتخب مصر في الجزئيه دي يعني. وان شاء الله باذن الله مستمرين. كنت بتكلم كمان قبل ما نخش في تفاصيل مفاجآت كبيرة حصلت على مستوى النتائج، على مستوى يعني الأداء. أنت شايف على مستوى الأداء
على مستوى طرق اللعب، على مستوى المدربين، شايف البطوله الافريقيه لغايه دلوقتي رايحه لفين او واقفه فين؟ يعني بصراحه كانت متباينه بشكل كبير، يعني يمكن حتى باخد لها مثال منتخب تونس. منتخب تونس مشواره في البطوله دي بيعبر عن البطوله كلها، اللي هو ايه؟ بيمشي على سطر ويسيب سطر. يعني مثلا اول مباراه خسر من ماليا، ثاني ماتش كسب موريتانيا، ثالث ماتش خسر من غينيا، عفوا من جامبيا، رابع ماتش كسب نيجيريا، خمس ماتش خسر من، يعني يكسب ويفوز يكسب ويفوز، وما فيش اي ثبات. يعني مثلا يكسب نيجيريا العملاق اللي هو كان المنتخب الوحيد اللي كسب مثلا ثلاث مرات من ثلاث انتصارات من ثلاث مباريات وبتسع نقاط كامله، الوحيد اللي عمل كده بيفوز عليه. بعدين بيخسر من بوركينا فاسو، وبيخسر من جامبيا قبلها اللي هو اول متاهل اول مره يصعد يعني للبطوله او يشارك في البطوله. كذلك برضو هنشوف منتخب زي جزر القمر اول مره يشارك وبيتأهل وبيطلع منتخب زي غانا، ومش ضربة حظ الفوز عليها ما كانش 1-0 مثلا ببلاطشة، لا ده 1-2 و3. صحيح. يعني حتى لما غانا قدرت ترجع في النتيجة، وده طبيعي جدا لمنتخب كبير، قدر هو يأكد فوزه كمان بالهدف الثالث. فسبحان الله الخريطة اتغيرت، ودي حلاوة بصراحة أو متعة البطولة، إن أنت مش لها توقعات. يعني أنا دايما حتى لما نيجي بس الكلام لمنتخب مصر دايما بشبه البطولة دي بالنسبة لمنتخب زي بطولة 98 بالظبط، في حاجات كتير بالظبط زي حاجة. وحضرتك طبعا كنت موجود فيها عارف الكلام ده لما بدأ، بس مع بعض الاختلافات. يمكن الراحل العظيم الكابتن محمود الجاري لما قال لك احنا مش هناخد هناخد المركز ال 13، الناس قامت عليه وبتاع. نفس الكلام لما كروش قال لك احنا مش مستعدين للبطوله، مش هناخد ومش مطالب، وحتى صلاح قال احنا مش مرشحين. ده ان كان تصريح سيء، فالناس كلها هجمته علينا منتخب مصر ما ان يشارك في اي بطوله حتى لو اديها ومرشح الفوز بيها، ولكن هو رفع الضغط تماما عن كل اللعيبه زي ما عمل الكابتن محمود. ما طبيعي محسن دايما في البطولات زي كده بتكون الغرف المغلقه دايما بتبقى ليها اهداف بالزبط. والمعلن ممكن جدا طبعاً طبعاً. لتمويل الخصم حتى، يعني حتى لما طبيعي. الكابتن جوهر الله يرحمه قبل البطوله قال كده حتى على مستوى المنافسين اللي هيقابلوك، يقول لك هو منتخب معنويا واقع وما عندوش ظهر اعلامي وما عندوش والجماهير حتى بتتكلم عليه وحش، بالتالي بتشيل الضغوط على اللعيبه ويبقى عندك امور حتى تقدر تشتغل عليها. بالمناسبه هي النقطه دي اللي وقعت منتخب الجزائر، الفرق ما بين الجزائر 2019 والجزائر 2021 ان الجزائر 2019 ما كانش عليه اي ضغوط خالص، ما كانش مرشح للفوز باللقب، قدر يمشي بشكل جيد، وطبعا الفرقه كلها كويسه جدا، قدر يتسلل للبطوله وخد البطوله عن جداره واستحقاق وما كانش مرشح. المره دي لا، كله عامل له 1000 حساب، ده مش بس واخد كاس الامم الافريقيه، لا ده واخد كمان كاس العرب وفرقه غير الفرقه وعنده فرقتين، وقبل ما يلعب البطوله على طول كان راح لعب مباراه وديها مع غانا وقدر يفوز عليها 3-0 في قطر. فلا حدث ولا حرج، وعنده وفره في كل حته، راح اتغلب وطلع من الدور الاول. وده اللي بتكلم عليه محسن، ممكن يكون الثقه في النفس الزياده شويه بتاثر بالسلب. اكيد ده شفناه، مش هنقول طبعا منتخب الجزائر منتخب عربي طبعا، اكيد نتمنى ان هو يكمل، لكن انا بتكلم على الدروس المستفاده. صحيح. الدروس المستفاده من خروج فرق كبيره زي ما بتقول الجزائر حامل اللقب السابق بيخرج من دور المجموعات. ان شاء الله كمان من الحاجات اللي احنا لازم نستفيد منها، وعايز اكلمك قبل ما نخش على منتخب مصر، لما بنقول خريطه الكره في افريقيا بتتغير علشان في لعيبه محترفين بشكل اكبر حتى على المستوى الثاني والثالث من المنتخبات. انا دايما ببص لقدام شويه، يعني دايما ببص لقدام شويه. يعني انت شايف منتخب، مش هقول لك منتخب مصر دلوقتي ولا السنه الجايه بعد كاس العالم، انت شايف منتخب مصر كمان 4 سنين هيكون ازاي؟ لا بالتاكيد، يعني عايز اقول لحضرتك هقول لحضرتك على حاجه. مثلا في مباراه كوت ديفوار رغم ان الفوز عليها على كوت ديفوار كان بضربات الحظ الترجيحيه، لكن الناس كانت مبسوطه ليه؟ انا حتى لو المنتخب كان لا قدر الله خسر انا كنت ابقى مطمن على الفريق، لان هو كان مسيطر وشكله حلو. انا لما شفت منتخب كوت ديفوار منتخب مصر قدام كوت ديفوار انا اطمنت على ماتشين السنغال اللي هم الاهم بقى، يعني اهم من كاس افريقيا كلها، ان انت تصعد كاس عالم وتلعب كاس عالم هذا الجيل يستحق طبعا، عندك افضل لاعب في العالم ولا تلعب امتى في كاس العالم ما بتلعبش في الجيل ده. صحيح. فعشان كده لما شفت مباراه كوت ديفوار انا اطمنت على ماتشين السنغال، وانا دايما بحب ان المنتخب يقابل فرق كبيره، يعني كل ما يقابل فرق قويه بيدي اكبر. يمكن حضرتك قلت في الانترو ان حته الفندق ويخليهم فيه عشان ده بيدي حافز، بالظبط، لان من رحم المعاناه يولد الابطال. انا مش عايزه يبقى قاعد مرفه جدا، فبالتالي العمليه في الترفيه فخلاص بيبقى العمليه طبعا سهل. الاجيال اتغيرت واللعيبه دي طبعا لعيبه طبعا بتلعب بالمستويات عاليه، لكن طبعاً. دايما انا شايف خاصه البطوله الافريقيه بطوله مميزه جدا ملهاش مثيل في العالم بالزبط. يعني على مستوى خاصة. ليها مواصفات خاصه ومفاجاتها الخاصه، وحتى على مستوى الاقامه، على مستوى المعيشه، وفقر القاره بيفرض نفسه عليها. صحيح. صحيح. يعني فقر القاره الظروف بتفرض نفسها، انك طول الوقت قاعد تتكلم اصل واحد خطف المايكات ومشي، اصل ما جابوش اتوبيس وجابوا لهم مش عارف الناس ركبت مش عارف توك توك، حاجات غريبه جدا. حتى كروس اتاخر
على الاجتماع بسبب الزحمه والمساحات اللي كان فيها يعني شويه غرائب. يعني دايما العجائب بتبقى موجوده في الكره الافريقيه، ولكنها في النهايه بصراحه بتدينا نكهه بصراحه بتدينا بتدينا طعم حلو بصراحه البطوله. صحيح. في الاخر انت بتحب مش عايز تخلص، يعني حتى لما تلاقي ايه كل ما تقرب للنهايه بتتمسك اكتر، وتلاقي حته الاهلي والزمالك تتلاشى شويه. يمكن صلاح طبعا. صحيح. كان فجرها قبل ماتش كوت ديفوار والناس وجابت نتيجه، وعشان كده صلاح قائد ليس داخل الملعب ولكن خارج الملعب ايضا، هو قدر يلم الموضوع ده. حتى تلاقي الموضوع التحفيل ما بين الجمهور الاهلي والزمالك هدي شويه، قال وبدا الناس يا عم مش وقته بقى. صحيح. يعني هيجي يحفل مثلا على لعيب زمالك مش وقته، مش وقته، خلينا دلوقتي والنبي بلاش. يعني حتى لما يجي كان احد المنتمين لنادي معين كتب كده بيشيد بحد، فجمهوره نفسه دخل قال له لا مش وقته، يعني مش وقته ده، مش وقته يا عم، خلينا مع المنتخب، لان في النهايه اللحمه هي اللي خلينا نتكلم في دوت لما الدوري يبقى ده اهلي وده زمالك وده اسماعيلي، يبقى في منافسه. لكن احنا بنتكلم باسم مصر، طبعا اسم مصر اكبر من اي حاجه، وان شاء الله باذن الله انا متفائل شويه يا محسن، ان شاء الله باذن الله المشوار شايفه كده ان شاء الله رايح للبطوله ان شاء الله. خلينا نتكلم بالتفصيل شويه عن منتخب مصر وادائه. هاخدك للماتشين الاخرانيين، مباراه ساحل العاج ومباراه المغرب. تمام. يعني طبعا المنتخب ظهر بشكل مغاير تماما للدور الاول. الدور الاول احنا خسرين من نيجيريا في مباراه هي الأسوأ للمنتخب في الفتره الاخيره، بل بالعكس احنا حمدنا ربنا ان احنا خسرنا 1-0 بس، كنا ممكن بالطبيعي جدا نخسر 4 و5 كمان في ظل الاداء السيء وتغيير المراكز. حتى لما كسبنا يا كابتن غينيا بيساو او حتى السودان، مش ده يعني مع احترامي طبعا لتقديرهم يعني مقدر المنتخبات دي، لكن مش ده المنتخب اللي اقدر اقول ان منتخب مصر فاز عليه. يعني في النهايه منتخبات الاثنين على مستوى القدم متواضعين جدا. صحيح. مقارنه طبعا بمنتخب مصر، ومع ذلك فزت بشق الانفس اصلا، يعني 1-0 بالعافيه في وقت ان انت كنت مرشح تكسب 3-4 عشان تصالح جمهورك، لكن قدرت تصعد وتتاهل. وواجهت بقى الغول الايفواري او الفيل الايفواري اللي كان مطلع لسه منتخب الجزائر بالثلاثه، وكان عامل مباراه حدث ولا حرج. وطبعا بسم الله ما شاء الله محترفين في كل مكان، لكن انا يعني بصراحه مش عشان التاريخ لا، ان كنت متفائل ان انت في الماتشات دي بتظهر، فسبحان الله انت يعني كوت ديفوار ما شافتش معاك، حتى لما الفرصه القليله اللي هتلاقيها قدر تطلعها حمد شناوي وابو جبل بعد كده لما شارك بداله. كذلك لما جت المغرب برضو والله برضو نفس التفاؤل، يعني انا اقل شويه لما نقابل بقى منتخبات اقل شويه، يعني اقل. انا دايما انا سعيد ان في طريقنا الكاميرون، وان شاء الله ممكن يبقى السنغال باذن الله، لان كده انا اقدر اقول لك ان شاء الله المنتخب يفوز بالبطوله. هو ظهر بشكل مغاير لان منتخب مصر شئنا ما بين له تقاليد خاصه في كاس الامم الافريقيه، المنتخب الوحيد في افريقيا كلها اللي بيعرف يتعامل مع البطوله دي. الناس قعدت تقول ان هو مثلا ايه لما البطولات مجمعه، لا مش شرط. ملوش منتخب مصر ملوش كتالوج في كاس الامم الافريقيه، يعني سواء على ارضك بره ارضك، ده بالعكس بره ارضك بتلاقي دايما تسمع حكايات وعملوا وراحوا ومش عارفين جاب لهم مش شايفين ومش عارف حصل للفجر الساعه كام، حاجات كده دايما هم يعني بنحب الحاجات دي. حتى بتابع طبعا الـ السادات التحليل الاخوه الاشقاء في تونس والمغرب، كلهم بيتكلموا في القصه دي، يقول لك طب منتخب مصر ما كانش مرشح اصلا، وسبحان الله دخل وبقى هو المرشح رقم واحد. قال لك لان هو ليه تقاليد خاصه في الكان اللي هو افريقيا، منتخب مصر بيعرف يجيد التعامل، دي بتاعته لعبته، يعني انت ملك افريقيا، ما هو سبعه دي مش من فراغ. يعني حتى طبعًا كان دايما الناس يلوموا علينا يقول لك ايه ده منتخب مصر مزود بطولاته، لانه واخد البطوله لما كانوا ثلاث فرق بتلعب. اولا الرد على ده احنا خدناها مرتين بس لما كانوا ثلاثه بيلعبوا، وبعدين كنت انت فين لما كانوا ثلاثه؟ ما جتش انت رابع ليه يعني؟ انا حد حشك. ومنتخب مصر على مستوى الانجازات اعتقد يعني كاس امم افريقيا 2006 2008 2010 بالزبط. اعتقد صعب جدا على اي منتخب في افريقيا يحقق هذا الانجاز. لكن كمان تعالوا مع بعض نشوف مع حضراتكم منتخب مصر كمان بيسطر تاريخ جديد في الكاميرون من خلال الفيديو اللي هنشوفه مع حضراتكم. وصل منتخب مصر كتابة سطور الملحمة التي يخطها حاليا في الكاميرون خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما وضع نفسه عن جدارة واستحقاق في المربع الذهبي للبطولة القارية العريقة. قدم منتخب مصر واحدة من أجمل مبارياته، ورسم الفرحة على وجوه جميع المصريين على اختلاف ألوانهم، بعدما نجح في الفوز على نظيره منتخب المغرب بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دور الثمانية للكان. بداية المباراة جاءت قاسية على منتخب مصر بعد تخلفه بهدف مبكر من ركلة جزاء تحصل عليها أشرف حكيمي نتيجة من أيمن أشرف الذي عرقله داخل منطقة الجزاء، لكن منتخب مصر بعزيمة الرجال لم يلتفت لهذا الهدف المبكر وكشر عن أنيابه متسلحا بآمال الملايين من عشاقه ودعوات الآباء والأمهات خلف الشاشات.
ونجح بفضل ملهمه محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل بعد مرور 8 دقائق من عمر الشوط الثاني. في الوقت الإضافي وتحديدا في الدقيقة 100 عاد محمد صلاح من جديد وسرق الأضواء بعدما مر بسرعته من الجبهة اليمنى ولعب عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء قابلها محمود حسن تريزيجيه بهدوء ومهارة لتتهادى الكرة داخل شباك الحارس الأخطبوط ياسين بونو معلنة عن هدف ترجيح كفة منتخب مصر. انتصار تاريخي لن ينسى ضرب به المنتخب الوطني موعدا في الدور قبل النهائي من البطولة مع منتخب الكاميرون صاحب الأرض يوم الخميس المقبل في 9 مساء بتوقيت القاهرة. طبعا مشوار اكتر من رائع لغايه دلوقتي. بنتكلم دايما باذن الله ان شاء الله عندنا خطوتين، خطوه الكاميرون ان شاء الله يكون المباراه النهائيه في صالحنا ونفوز بالثامنه، لكن زي ما بقول لحضراتكم انا متاكد ان شاء الله باذن الله وهاخد راي محسن في الموضوع دوت، لو احنا بهذا التركيز وهذا الاداء الرجولي اعتقد مهما كان الاداء الفني على مستوى التكتيك او ده خلي بالكم بيفرق، لكن ممكن يفرق 20%. انا في رايي الشخصي يا محسن ان بالزبط. الروح القتاليه اللي ظهرت امام منتخب ساحل العاج وامام المنتخب المغربي هو ده العامل الاقوى بالظبط يعني في الفوز بالماتشين. هي الناس ليه قدرتك يعني مثلا في مباراه كوت ديفوار، خلينا ناخدها الاول، ان المباراه كان ممكن مثلا ضربات الجزاء دي لاعب يضيع منك وتخسر ضربات الحظ، لكن انت سيطرت، هو ما شافش قدام، انت اللي كنت اكثر. كمان الاصعب قدام منتخب الجزائر عفوا منتخب المغرب، انت منتخب المغرب بحكم التفوق التاريخي للمنتخب المغربي بيلعب عليك نفسيا، وبدأ المباراه انت مهزوم 1-0، انت بدأ المباراه مهزوم ومع ذلك انت اللي يعني هو ايه ما جالوش بقى فرصه انه يحطمك نفسيا ويسجل الثاني خلص عليك، لا انت منتخب مصر هو اللي قدر يفرض نفسه على المباراه، فرض اسلوبه وضيع وضيع وضيع. وحتى هتلاحظ مثلا واحد زي محمد صلاح، ناس مثلا كانت بتعترض على وجود تريزيجيه لانه غايب بقاله سنه ويدوب رجع، بس هو كان وضيع طبعا 3 فرص سهلين بصراحه قدام كوت ديفوار، منهم في الدقيقه الاخيره كان ممكن يرحمنا من ضربات الترجيح، لكن كان مدرب حريص وفي قائد تاني اللي هو محمد صلاح مدرب داخل الملعب ان هو عايز يديله الحته دي. وبنشوف دايما في اللحظات الحاسمه لحد ما اللحظات الحرجه في المباراه شفناها اكتر من مره، حتى المباراه اللي فاتت كان كروش بيننده على محمد صلاح وبيتكلم معاه في بعض النقط اكيد التكتيكيه على المستوى التكتيكي، فده دور القائد زي ما بنقول. وخلي بالك احنا شفنا انا في رايي محمد صلاح من افضل المباريات اللي عملها مع منتخب مصر، مش على مستوى الفني، ما حدش هيتكلم على مستوى الفني لصلاح، لكن على مستوى القياده، على مستوى التواجد، على مستوى الروح، اعتقادي الشخصي كان مهم جدا. يمكن دي كانت اكبر نقطه هاجم فيها المغاربه المدرب وحيد خلوزيتش مدرب المنتخب المغربي، نقطه روح محمد صلاح، مش روح محمد صلاح، يعني هما بالبديهه كده قال لك مين افضل لاعب في الفرقه في منتخب مصر، محمد صلاح، يعني ده اللي يتمسك وانت مغمض، يعني طب فين ده جايب جون ومدي اسيست، يعني هو محمد صلاح، هما بيقولوا محمد صلاح هو اللي هزم منتخب مصر منتخب المغرب 2-1، سجل هدف، طب فين الناس مش ماسكينه ليه؟ وقدر يصل بكوره مكرره من الدوري الانجليزي او في احدى مباريات دوري ابطال عفوا، كانت ضد روما، ليفربول وروما، وهدف مكرر وعمله بنفس الشكل وانتم ما اتعلمتوش ليه؟ وبيدي اسيست اللاعب تاني في الدوري الانجليزي بيسجل هدف وبيقدر يطلعك انت من يعني قدر يطلعك انت من الموضوع، مع العلم ان منتخب مصر كان مفترض انه يبقى اكثر ارهاقا من منتخب المغرب لانه لعب 120 دقيقه زائد ضربات ترجيحيه فيها توتر وضغط قدام كوت ديفوار، في حين المنتخب المغرب ما عملش كده، كان كسب ملاوي في الوقت الاصلي من المباراه والموضوع انتهى، لا هو لعب معاك 120 وهو اللي كان منتخب المغرب في الدقائق الاخيره كان مش قادر بقى خلاص بدنيا. مع ان انت المفروض انت بتنهك اكتر، يعني انت سبحان الله ده السبب العزيمه، يعني تلاقي حتى الشباب الصغيرين مش الصغيرين بقى اللي هم جداد على المنتخب زي محمد عبد المنعم زي فتوح اللي هم فرضوا نفسهم بقوه، تلاقي دايما الصور بتاعتهم كلها فيها حماس، الكبار دايما بيحفزوهم، محمد صلاح كقائد فعلي بره الملعب وداخل الملعب، وكمان هو مدرب داخل الملعب مش مجرد قائد. عشان كده منتخب مصر بينجح في البطوله دي انه دايما بيخلق منها حاله، يعني انا مثلا كنت واحد من الناس حزين ان بتبقى البطوله دي ان شاء الله ما ينجحوش فيها ان يخلوها كل 4 سنين، لا لان دي بتمتعنا، يعني حكاوي الكان دي ما تخلصش ومهما تقولها ما تخلصش مع مصر تحديدا. فعشان كده محمد صلاح يعني حدث ولا حرج طبعا، اكيد يمكن حتى كان رابطه الدوري الفرنسي كانت نشرت صوره ليه هو بيواسي حكيمه وقالت موهبه تدعم موهبه او تعترف بموهبه،
يعني صحيح كان منظر رائع طبعا. هو خلينا نتكلم بكل امانه، هي دي الكوره يعني، هي دي الروح الرياضيه اللي بيحارب في الملعب و90 دقيقه او 120 دقيقه، ولكن بعد انتهاء المباراه تبقى الروح الرياضيه هي السائده يعني. وهي الصوره الاشهر دلوقتي صوره محمد صلاح واشرف حكيمي، يمكن نشروها الصحف المغربيه، نشرتها على صدر صفحتها، السوشيال ميديا، الصحافه الاوروبيه نشرتها، يمكن حتى اشرف بن شرقي المغربي لاعب نادي الزمالك نشرها على صفحته، يعني صوره هو مش فيها كمان صحيح. وفرقته مغلوبه مع ذلك حطها ورسم عليها قلب، يعني اللي هو بيدي رساله طبق الرياضه يعني. في الاخر احنا لاحظنا دايما ليه ما بنحبش نقابل العرب، مش عشان حاجه، رقم واحد عشان يبقى في فرصه ان احنا الاثنين نصعد مع بعض، رقم اتنين بلاش الخلافات اللي بتبقى بسيطه دي، مش عايزينها يعني، بتبقى حاجات كده بتحصل بعض المنشات. لو خدت بالك احنا لو ما قبل من قبل المغرب ما كانش في اي تجاوز بصراحه، لا منا ولا من الجانب المغربي، كان في الوعي عالي جدا جدا صحيح جدا عند الطرفين، حتى بعد المباراه الموضوع انتهى رغم وجود مناوشات ما كان يجب ان تتم. بس ده طبيعي خلال المباريات بتحصل كتير جدا جدا، طبعا في عصبيه في الاداء طبيعي. وكل واحد خايف طبيعي على بلده وخايف على النتيجه، طبيعي جدا. لكن انتهت المباراه خلاص، الف مبروك للفائز وهارد لك للمهزوم، وهي كره القدم كده لابد من فائز يعني. طيب عايز اعرف رايك، كيروش امام نيجيريا وكيروش امام المغرب؟ لا هو كيروش ما هذا التحول التحول الايجابي غريب والله العظيم غريب يعني لله. الناس كلها على فكره، الناس واحد يقول لك ايه هو رد على منتقديه، لا منتقديهم كلهم عندهم حق، وانتهت ماتش نيجيريا لا دي خلت انت يعني، حتى الناس بدات تنتقد اللعيبه وتقول لك اللعيبه ليه ما لعبتش لعبها، طب هو كان ملعبها في مراكزها عشان تلعب لعبها يعني، هو ما رحم لا درب ولا ساب حد يدرب يعني، لعب ولا ساب حد يلعب يعني، ما سابش حتى اللعيبه في مراكزها فيقدروا يلعبوا لعبهم، ما عملش ده، جاب ده اليمين شمال واللي في النص مش عارف ايه، كان حتى بتلاحظ ساعتها كان في تندر كده، يحطوا صوره محمد الشناوي يقول لك ايه الوحيد اللي تالق لانه لعب في مركزه صحيح، يعني تالق لانه لعب في مركزه، وبدا ايه طب خلاص الشناوي يحطوا صوره يقول لك الشناوي هيبقى مهاجم الماتش اللي جاي، لان هو الراجل يعني الحاجات دي ما اعرفش كان بيعملها ليه، وجه مغاير تماما لما رجع لده. وطبعا هو اكيد مدرب قدير يعني، راجل درب في كاس عالم وليه تاريخ، وكان رافض حتى الانتقادات بتاعتنا، لكن ما ان يعني المنتخب ظهر بشكله الحقيقي في مباراتي كوت ديفوار والمغرب. لا احنا كمان خلي بالك ساعات النقد، واحنا يعني عامه على مستوى الرياضيين او البرامج الرياضيه من حقك تنقد في حدود طبعا الادب، واحنا بالظبط وده اعتقاد الشخص ان هو وصل هناك وسمع صحيح. ومش عيب انك تسمع الانتقادات وتصلح من امورك، لان انا شايف كمان على مستوى التكتيكي، على مستوى توظيف اللعيبه، على مستوى التغييرات اتغير في حاجات كتير اكيد، زي ما بنتكلم على البطوله الافريقيه مش ناسيين طبعا نادينا العظيم النادي الاهلي وبعثتنا اللي وصلت من نص ساعه لدبي طبعا للمحفل العالمي الكبير ان شاء الله في كاس العالم واللي هيقام ان شاء الله في ابو ظبي، من خلال طبعا حلقتنا ان شاء الله هنتابع وصول بعثتنا، وعندنا كمان الجماهير المصريه الكبيره اللي بتساند النادي الاهلي في اي مكان، النادي الاهلي لو حتى راح جزر القمر هتلاقي جماهير النادي الاهلي موجوده، ما بالك طبعا في طبعا البلدان العربيه الشقيقه. دي طبعا صوره موجودين لسه في طبعا الباص الخاص بانتقال اللعيبه من المطار، كلنا شايفين اللعيبه، الاجراءات الاحترازيه موجوده، يا رب السلامه لكل اللاعبين. وزي ما بقول لحضراتكم كمان محسن، محفل عالمي النادي الاهلي، عودنا عود جماهيره ان هو يكون متواجد في هذا الحفل اللي بيقام طبعا كل سنه، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه رغم الظروف صعبه اكيد. طبعا طبعا يعني انا كنت عندي يقين كده ان النادي الاهلي كان بعينه على لما خد دور الابطال العشره على حساب كايزر شيفز، كان عينه بقى ان ياخد مركز متقدم عن الثالث، خلاص لم يعد يشفع للنادي الاهلي او يشبع رغبه النادي الاهلي انه يبقى المركز الثالث، لكن شاءت الظروف انه يحصل الدروب ده، وبصراحه حسنا فعل جمهور الاهلي قبل اداره الاهلي ان هي متقبله، ما حدش قال بقى ايه المنتخب واللعيبه، لا خلاص لا كل ومساندة الناس زي ما انت شايفه محسن، مساندة جماهير النادي الاهلي موجودين في اي مكان في العالم، ما فيش شك طبعا ان احنا جماهير النادي الاهلي زي ما بقول لك طبعا جماهير يعني بتحب الكوره بتحب ناديها، وشايفه اكيد شايفه الظروف الصعبه اللي بيمر بيها أكيد. النادي الاهلي من اصابات وغيابات و طالما يعملوا اللي عليهم يا كابتن زهر بالظبط، ده اللي بتكلم عليه، الشباب الصغير ده بالظبط في كاس الرابطه نال استحسان الجمهور، حتى رغم لسه شباب صغير ما حدش عارف اسمائهم، لكن الناس قال لك حتى الجينات موجوده بيقطعوا عشان يتعادلوا في الدقيقه مش عارف كام ويعملوا، والشباب صغير، فده شيء جميل جدا، كون ان هم يبقى موجود النهارده حتى لو لم يوفقوا لا قدر الله، لغى اللاعب كمان خبرات يا محسن يعني، حتى لما بنتكلم على الخبرات طبعا اكيد الاجواء هتبقى اجواء رائعه اكيد في ابو ظبي، واكيد هتلاقي مدرجات
الاستاد مليانه بجماهير النادي الاهلي، واللعيبه اللي شايفينها قدامنا دي لعيبه صغيره اه، لكن زي ما شفناها في كاس الرابطه لعيبه عن فرصتهم. عن لابسه تيشيرت النادي الاهلي. لا بالظبط، ودي فرصتهم. يعني شوف النهارده في المنتخب مثلا واحد زي احمد فتوح مثلا وقف خطوره اشرف حكيمي، واشرف حكيمي اغلى مدافع في العالم. ريال مدريد، انتر ميلان. لا انا كمان اكلمك بقى على محمد عبد المنعم، لو هنتكلم على محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم وعمر كمال، كل الناس دي اللي هم طلعوا وظهروا مع المنتخب، حتى مش هقول محمد ابو جابر اكيد طبعا حارس دولي، لكن حتى محمد صبحي خد يعني بيشيل في وقت صعب جدا جدا جدا، وبيشيل الفرقه، وما عارفش حتى المنتخب المغربي يشوط عليه شوطه، ولله الحمد يعني كان ممكن يهز ثقته فيه. فالشباب الصغير دي بيبقى فرصته اعتقد ان شاء الله. الشباب الصغير باذن الله يشرفوا النادي الاهلي، ومش مطالبين باكتر ان هم يأدوا بروح قتاليه عاليه. جماهير النادي الاهلي بتقدر ده جدا جدا جدا، انا كنت واحد في النادي الاهلي وعارف لما جماهير النادي الاهلي بتشوف اللعيبه بتموت نفسها في الملعب ولا قدر الله في خساره او تعادل ده بيكون مقبول، لكن اهم حاجه الخبرات كمان، على مستوى الخبرات بنتكلم على لعيبه يمكن اول مره تشوف الاجواء ديت، اول مره تتواجد في كاس العالم للانديه، اول مره تلعب تحت ضغوط، هنلاعب فريق محترم، فريق طبعا مونتريال المكسيكي، فريق كبير، ولكن زي ما بنقول ان شاء الله باذن الله بقياده طبعا السيد عبد الحفيظ اللي بيقوم بدور كبير جدا على مستوى اداره الفرقه في جميع الاحوال الاداريه، كمان باذن الله انا متفائل يا محسن ان شاء الله ان احنا يعني مش عايز احط ضغوط على اللعيبه، لكن يعملوا اللي عليهم والجماهير هتتقبل بشكل ايجابي. بالظبط، خصوصا ان هو فريق مونتري فريق كبير، بيدربوا اجيري كالمدرب المنتخب المصري قبل كده، فالناس او عارف المنتخب او عارف لعيبه مصر، هو اكثر درايه بيهم، كل النقط دي بتصب في صالحهم هم للامانه، لكن في شك بالظبط، فعشان كده لكن في النهايه الناس متقبلين ومش طالبين منهم غير انهم يلعبوا بيعملوا اللي عليهم، لان المباراه الاولى هتفرق. يعني المنتخب ان شاء الله باذن الله، عفوا الاهلي لو وفق في المباراه الاولى وصعد منها، ده هيرجع له بقى التدعيمات الاخرى من اللعيبه الدوليين، يكون رجعوا ان شاء الله من الكاميرون ويقدروا يعني يبقى في سبورت عالي للفريق ككل. فاعتقد ما حدش هيزعل منهم، الناس عارفه الظروف ومتقبله اي نتيجه، بشرط ان انت ما تتخاذلش. يعني طبعا احنا زي ما متعودين احنا هنا في قناه النادي الاهلي ورا فرقتنا في اي مكان، ومتابعين مع حضراتكم، وزي ما حضراتكم شايفين وصول بعثه النادي الاهلي بالسلامه لي ان شاء الله ابو ظبي، والاستعداد لمباراه ان شاء الله يوم السبت امام مونتريه المكسيكي. هنتابع لسه مع حضراتكم كمان بعثه النادي الاهلي، وهنرجع اكيد لمنتخبنا المصري وان شاء الله مباراته امام الكاميرون. خلينا نشوف كل ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وبرحب بحضراتكم وبرحب بيك يا محسن مره ثانيه، اهلا بيك معانا. عايز اتكلم كمان دقيقتين كده على النادي الاهلي ومشواره في كاس العالم للانديه اللي هيبدا ان شاء الله يوم السبت، رغم الاصابات الكتيره لكن كمان عندنا عناصر خبره، يعني بنقول في غيابات كتيره على مستوى اللاعبين الموجودين في المنتخب على مستوى الاصابات، لكن اللي شفناه حتى من الشباب واللي ادوه في كاس الرابطه من خلال ادائهم امام الاسماعيلي وفرق كبيره، ده ممكن يطمنا شويه ان شاء الله ممكن نعمل حاجه كويسه. بالتاكيد الناس يعني مدي لهم الثقه، بس هي المشكله بس الغياب الدوليين، يعني مثلا محمد شناوي طبعا الحارس الاساسي ليه كل منتخب، فبرضه الفجوه كبيره بينه وبين الحارس الثاني. علي لطفي طبعا له كل التقدير، لكن طبعا شناوي طبعا يعني الفرق كبير شويه، كذلك برضه حمدي فتحي مع عمرو السوليه، محمد شريف المهاجم بتاعك الرئيسي، حتى بدر بنون مدافع طبعا الحمد لله نرجع لك
ديانج وعلي معلول، ده يدي لك برضه سبورت اقوى في الماتش اللي جاي ان شاء الله. لكن طبعا موجود برضه اكيد في خبرات في وليد سليمان، في محمد مجدي قفشه اكيد مع بقيه العناصر، وحسين الشحات بالظبط، حسين الشحات وياسر ابراهيم. يعني صحيح يعني مش العمليه مش ضايعه خالص يعني، لكن صعبه. خلينا نتكلم بامانه يعني، طبعا الامور صعبه مش سهله يعني. لان مونتير المكسيكي تاريخه حتى مع النادي الاهلي هو فريق بصراحه يعني بلغه الكوره نقدر نقول عليه. لسه اكلمك انت يعني من خلال متابعتك، وانت قلت نقطه مهمه جدا ان طبعا اجيري المدير الفني لمنتخب مصر السابق فاكثر درايه بينا، يعرف هو المدير الفني الحالي لمونتيري، هو يعرف يتعامل معاك ازاي، عارف اللعيبه بشكل او باخر، عارف الاجواء في مصر، عارف قيمه النادي الاهلي، مش لسه يدور على جوجل ويشوف ده مين وخد ايه ولا عمل ايه. فدي بتبقى نقطه بتصب في صالحه. هو يعني كل املنا ان لعيبه النادي الاهلي زي الجينات اللي حضرتك اتكلمت عليها في الاول، اللي هي اللي روح الانتصار، اللعب لحد اخر دقيقه، يا رب ان شاء الله. يمكن هو عايز تحضير يمكن نفسي اكتر من فني شويه على مستوى التحضير النفسي، اعتقد مهم جدا جدا، وده بيجيد موسماني بشكل كبير جدا يعني. اعتقد على المستوى الاداري ما عندناش اي مشكله خالص، على المستوى الفني زي ما بقول لك المطلوب في الملعب اللعيبه تقدر تشتغل، لكن الخبرات والخضه بس بتاعت الدخله الاولانيه يعني كاس العالم الانديه يعني. بتلعب فرق كبيره، هي دي اللي عايزه شغل نفسي هي دي اللي يعني للاسف هي اكبر عقبه لينا. لان انت لو خدت بالك مثلا مباراه الاهلي وبايرن ميونخ في البطوله الاخيره، اللعيبه الكبار كلهم اتخضوا صحيح اتخطف رغم ان وكلنا استحسنا ان النتيجه 2 بس، والاهلي ما لعبش لعبه ليه؟ مش عشان ده بايرن ميونخ، لا هو اتخض يعني. انت رحت في مستوى ثاني خالص، ليفل الموضوع يعني. كان لسه بايرن ميونخ كسبان بقى برشلونه 8 ومش عارف واربعات وخمسات والحاجات اللي بيقولها في اوروبا دي، لا احنا هنا كوره في الاول وفي الاخر على قدنا، بعيده تماما عن بايرن ميونخ. فبالتالي انت النهارده دخلت برضو في كادر تاني، مونتير المكسيكي معاك تشيلسي اللي ان شاء الله طبعا لو كان اهلي يكمل ممكن يقدر يقابل ده، لكن طبعا الظروف صعبه. لكن في نقطه ايجابيه ان اللعيبه ما لهاش ضغط صحيح. يعني اللعيبه الصغيره في النهايه تحرك بالضبط، وساعات كتير اللعيبه اللي بتلعب تحت ضغط بتادي بشكل افضل بالظبط. لسه قال حركه منتخب الجزائر ما كانش تحت ضغط خد البطوله، اتحط تحت ضغط خرج من الدور الاول. بتبقى محتاجه بتبقى على الجزئيات الصغيره يعني. الفريق النهارده ما حدش هيقول اللعيب ده مثلا ده يعني الهدف كان سبب منه، والناس كلها بتدعم الشباب الصغار تحديدا، الناس ده صحيح. وانا يعني في اعتقادي الشخصي دي موسيماني على مستوى التاهيل النفسي مهم جدا بالظبط بالنسبه للاولاد صغيرين لاول صحيح. مره يلعبوا في محفل كبير زي كاس العالم. على مستوى الاداء مش هيقول اكتر من اعملوا اللي عليكم يعني بالزبط. طبعا حارب على فانيله النادي الاهلي، حارب في الملعب، روح عاليه جدا اللي شفناه، الروح اللي شفناها والاداء اللي شفناه مع الفارق طبعا من كاس الرابطه وكاس العالم للانديه، لكن صحيح. هي دي الروح ان شاء الله ممكن نعمل بيها نتيجه كويسه. طيب ان شاء الله نرجع لمنتخبنا نتكلم، كنا بنتكلم على كيروش. كيروش اختلف تماما طبعا. من حيث التغييرات، من حيث توظيف اللعيبه، وبدا بلغه الكره كده خلاص حفظ اللعيبه وحفظ شكل المنتخب اللي بيأدي بشكل اكتر من رائع. والله يا كابتن كانت اكبر مشكله لوجود كيروش اول ما ظهر هو ضيق الوقت يعني. هو جاء قبل الجوله الثالثه للتصفيات المرحله الثانيه قبل ماتش ليبيا، وكانت ليبيا ساعتها هي متصدره البطوله بست نقاط، وانت كنت اربعه من فوز وتعادل، بما يعني ان انت حتى لو ليبيا كسبتك وانت كسبتها فهي الاول صحيح. فكانت ده كانت خطوره، كنت بتلعب لان عايز بس فوز وتعادل على اقل تقدير ان لم يكن انتصارين. فهو جه ومن اول ظهور ليه عمل شخصيته القويه يعني، فرش شخصيته القويه، استبعد قفشه وشريف ومصطفى فتحي. ومين شريف ومصطفى فتحي؟ هداف الدوري وتاني هداف الدوري يعني ما شافش. وبعدين لما حقق المراد وكسب ليبيا رايح جاي واعتلى في الجوله الخامسه والسته الاخيره، استبعد طارق حامد لاعب الزمالك يعني، وزيزو يعني اللي هو ايه بالبلدي كده ذبح القطه للاهلي وللزمالك، دول اكبر اثنين في مصر، انا مش راح مستبعد لعبتهم. وواجه الاعلام القوي طبعا للقطبين بكل قوه، وما حدش اتكلم معاه لانه حقق الهدف. كان كويس، انا يعني انا كنت مستحسن مثلا بطوله العرب دي رغم ان هي وديه، وكنت اتمنى المنتخب يصل زي ما وصل كده للمربع الذهبي عشان يلعب اكبر كم من المباريات، لان الجيل ده مع المدرب جديد في وقت ضيق محتاج اللعبه تاخد على بعضها، هو ياخد يفهم الناس اكتر، عشان كده بدا يجرب ويعمل، والناس انتقدته كتير. يمكن افضل وقت ان انت كمان انت بتحضر كنت بتحضر لبطوله افريقيه، لكن كنت كمان بتحضر للاهم، الاهم هي المهم والاهم صحيح. المهم كاس الامم الافريقيه والاهم كاس العالم، ان طبعا ما ينفعش ما نروحش هناك يعني ايا كان المنافس صحيح. فهو لما جه في كاس الامم الافريقيه وقال التصريحات بتاعته اللي ضايقت الناس، وبعدين راح مكملها بالاداء السيء جدا 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 في الثلاث ماتشات بصراحه،
حتى اللي كسبناهم مع غينيا بيساو والسودان لا، وبعدين التغييرات بقى اللي كانت، يا عم انت عايز تمشي يعني، الناس بدات انت عايز تمشي وتاخد الشرط الجزاء الضخم، الناس بدات تتكلم وطلع كلام الاتحاد الكوره لا ده شرط الجزاء ست شهور، لا ده مش سنه، خلاص الناس راحت في حته ثانيه. لكن لما عدل بقى والمنتخب قدم محدش يتكلم على كده خالص، بل بالعكس الناس ادت له حقه عشان بس ايه طبعا زي ما انتقدناك. انا ماليش خلاف شخصي معاك انت صح، انا بتكلم على اداره المنتخب، انت ما جيتش في الماتش الاولاني ولا الثاني ولا الثالث، لكن جيت وحضرته بقوه، هنا بنتقدك وهنا برفع لك القبعه. فعشان كده عمل ده، هو زي ما قلت لحضرتك حتى ماتش كوت ديفوار بالاداء العالي انا قلت ممكن نخسر حتى من كوت ديفوار نفسها بضربات الجزاء، بس وما الناس ما كانتش هتزعل على فكره، ما كانتش هتزعل يعني، ما كنا هنزعل بس ان احنا كنا عايزين نكمل، لكن على مستوى الاداء انا شايف ان في اختلاف كبير جدا جدا ما بين دور المجموعات وطبعا دور ال16 وطبعا ربع النهائي على مستوى الفني، على مستوى الاداء الفني لكروشا المدير الفني لمنتخبنا القومي. تعالوا مع حضراتكم نشوف تصريحاته، احنا دايما في جدل في تصريحاته، لكن انا من خلال متابعتي التصريحات الاخيره تصريحات متزنه جدا، تصريحات واقعيه جدا. تعالوا مع بعض نشوف قال ايه كروش بعد الفوز على المنتخب المغربي 2-1. الأهم الآن هو البقاء واستشفاء اللاعبين جسديا وعقليا، واللاعبون مجهدون للغاية، خاصة أن الطقس حار جدا والرطوبة عالية، وكان صعبا جدا اللعب لمدة 120 دقيقة. سنطور برنامجا دقيقا للتحضير لمباراة الكاميرون، نريد أن نكون مستعدين للكاميرون لأننا ندرك أنهم فريق تنافسي للغاية وقوي جدا، إذا ما سيطرنا على الكرة فلن نخسرها بسرعة أمام فريق قوي وجيد كالكاميرون. ده كان كروش بعد مباراة والفوز على المغرب، أكيد بيتكلم على ما هو قادم طبعا على مستوى الكفرنج، على مستوى الاستشفاء زي ما بيقول، هو محتاجين نستشفى على المستوى البدني وعلى المستوى العقلي. بالظبط، لان طبعا حظه سيء في عدد الاصابات اللي جت بشكل متتالي كده في الماتشين ورا بعض، الشناوي وابو جبل واحمد حجازي، يعني ان شاء الله يكونوا عند الموعد. لكن هو بيعجبني في كروش ان هو ما بيتكلمش على الماضي كتير، يعني الناس حتى قبل كوت ديفوار بيقولوا له الانتصارات مدويه لمنتخب مصر على حساب انتصار كاسح على حساب كوت ديفوار، قال التاريخ ده يبقى للتاريخ، لكن الملعب يختلف. فعلا الملعب يختلف، بدليل ان انت مثلا هتقول انت كسبت كوت ديفوار وانت كنت متفوق، طب ما انت كسبت المغرب وهي كانت متفوقه او متفوقه تاريخيا عليك. صحيح. حتى في المباراه نفسها انت عملت ريمونتاد عليها، يعني هي اللي بدات المباراه متقدمه وانت قدرت ترجع عليها بهدف بالتعادل وبالفوز، وكان ممكن يبقى اكتر من كده كمان فيما لو وفق المنتخب في تسجيل حتى الهدف لما ياسين بونو خرج من ملعبه في الدقيقه 120 او في الوقت الضايع. لكن هو عجبني ان هو بيتكلم دايما على ماتش الكاميرون. ماتش الكاميرون انت انا فوق نظر لو اتلعبت كوره. تعالى نكمل كلامنا على كروش بعد فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم. زي ما تابعنا مع حضراتكم قبل ما نرجع، طبعا اتوبيس فرقتنا فريق النادي الاهلي متجه الى فندق الاقامه في ابو ظبي ان شاء الله استعدادا لكاس العالم للانديه. اتكلمنا طبعا النادي الاهلي واتكلمنا ان الضغوط متشاله على اللعيبه وعلى الجهاز طبعا الفني بالاصابات بالغيابات، ولكن بناكد تاني يعني اللعيبه تعمل اللي عليها والجهاز الفني يعمل اللي عليه والباقي يعني مش مشكله. جماهير النادي بتتقبل، مش هتتقبل الهزيمه بشكل لا مهين. متقبلها في ظل الظروف، في ظل الظروف اللي بيمر بيها واحنا منتخب مصر لعيبتك في مهمه قوميه بالظبط، مش بيتدلعوا، ده في مهمه قوميه والناس كلها سبورت المنتخب، ما حدش يتكلم خلاص وده شيء يحسب لجمهور الاهلي واداره الاهلي وما عملوش بقى وفريقنا واثر على، لا في مهمه يعني لو ما تيجي تختار بين الاثنين اكيد مصلحه المنتخب هي رقم واحد هو الاهم. ان شاء الله نتمنى يكلل بالنجاح والمنتخب يحقق المراد ويفوز بالكاس، والاهلي بيصعد كاس العالم كل سنه بمن حاضر ان شاء الله يقدر اللعيبه ان شاء الله يعملوا حاجه. الماتش الاولى مهمه جدا، انا دايما بقول برضه يا محسن ده النادي الاهلي، والنادي الاهلي على مر العصور عارفين ان كل اللعيبه طبعا والمنتخبات على مر العصور القوام الاساسي للنادي الاهلي واكيد ولنادي الزمالك طبعا لكن كمان دليل ان النادي الاهلي خلي بالك بعض الناس قالت لا
خلينا لا النادي الاهلي احسن يعتذر وما نروحش الكلام ده الكلام ده ليس من شامل الكبار ليس من شامل الكبار النادي الاهلي بمن حضر النادي الاهلي بيحضر بطوله على مستوى عالمي ونروح حضراتكم فاكرين زمان لما خدنا اعتقد كاس مصر وكنا بنلعب بالناشئين امام نادي الزمالك وطبعا مع الفرق طبعا في ال 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 الخبرات لكن زي ما بقول النادي الاهلي راح وان شاء الله بنروح بالولاد اللي عندهم 20 سنه و18 سنه شفنا قد ايه ان هم عندهم روح النادي الاهلي وعندهم الغيره وعندهم الحماس لسه ناقصهم الخبرات لكن كمان يكتسبوا الخبرات من خلال هذه البطولات الكبيره كلنا ثقه في بعثه النادي الاهلي اللي هنتابعها اكيد مع حضراتكم من خلال طبعا شاشتنا هنا لكن نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا وان شاء الله يعني منتخب مصر يعود لمصر ان شاء الله بالثامنه الأفريقية. أهلا بحضراتكم مرة تانية محسن عايزين نتكلم إن شاء الله بإذن الله كنت قبل الفاصل بقول إن شاء الله بإذن الله منتخبنا يرجع بالتمنة أنت شايف إيه اللي لازم يعمله المنتخب المصري للفوز على الكاميرون وبعد كده يا إما السنغال يا إما طبعا بوركينا فاسو لكن خلينا نقول مباراة الكاميرون مباراة الكاميرون والله هي فيها شقين رقم واحد المنتخب يعمل اللي عليه زي ما عمل قدام كوت ديفوار نفس الروح بالظبط مش مطلوب اكتر من كده لكن الجزء الثاني مش في ايدك انت بقى يعني الناس متخوفه منه احنا كلنا متخوفين منه التحكيم بعض الامور الاخرى لكن خليني بس اقول لحضرتك ان لو لعبت كوره هي في صالح مصر لان كل الضغط اللي بيتولد ده بيبقى على منتخب الكاميرون صاحب الارض والجمهور وعلى ملعبه ومنتخب مصر ما بيفرقش معاه الكلام ده خلينا نتكلم بكل امانه لا بره الارض ولا جمهوره الكلام ده مش مع منتخب مصر بالدليل يعني انا النهارده عجبني تصريح استحسنت هذا التصريح لصامويل ايتو لما قال لك استعدوا جيدا لمباراه مصر لانها قد تكون حرب يعني بيشبهها لان ماتش قوي جدا بعيد بقى عن جامبيا والحاجات اللي انت قابلتها كلها لكن المباراه دي هو خلي بالك المنتخب الكاميروني كان مشوار وطول حتى سهل. الوصول كان سهل جدا اعتقاد يعني. كل المستويات كانت قليله بالنسبه لمنتخب يعني الكاميروني اعتقد منتخب الكاميرون دي اول مباراه اول اختبار رسمي ليه زي صحيح. ما كان اول اختبار رسمي مثلا للمغرب يعني حصلت الصحافه المغربيه كلها قالت ده اول اختبار رسمي للمنتخب المغرب مع احترامنا لكل الماتشات اللي قبل كده ده اول اختبار رسمي حتى لما غلبوا غانا ما كانتش في الموضوع خالص يعني حتى بدليل انها خرجت مركز رابع في مجموعتها صحيح. لكن ده اول اختبار حقيقي انت بتقابل منتخب متمرس في البطولات الافريقيه لو لعبت كوره انا بقول لحضرتك تميل لصالح المنتخب المصري بكل امانه وليس مجامله طبعا اتمنى واتوقع لكن على مستوى التحكيم على مستوى حكم الساحه على مستوى حكم الفار احنا كلنا شفنا الحكم مباراه الحكم السنغالي في ماتش المغرب كان مستفز للجانب المصري بشكل يعني مش تحيز لما تتابع تلاقي مثلا لعيبه المغرب كلهم ما اعترضوش ولا مره لانه ما فيش اي حاجه اي احتكاك صحيح. تيت على مصر يا عم ما بالراحه حتى انني راجل محترف في الدوري الانجليزي ايه اللي يخليه يخرج عن شعوره بالشكل ده لان فعلا ما لمش اللعب وبيعمل لك فاول كان ممكن يسجله مثلا اشرف حكيم وهو متمرس في كده فهي دي الجزئيات اللي كنا خايفين من واصبح التخوف اكتر لما قريت ان هو بكاري جسامه غالبا هو حكم مباراه مصر والكاميرون لان طبعا له فصول بارده كتير مع الانديه المصريه وابرزها النادي الاهلي فالحاجات دي بتقلق لكن طبعا نتمنى لاعبتنا ما يتحطوش تحت الضغط ده الانفعالات وانه يفلت يعني عن شعوره او يخرج عن شعوره ما تديش الحكم فرصه انه يستغل نرفزتك او يستغل فاول ملوش لازمه او انه ممكن وعندك خير ودليل ماتش المغرب انت بادئ المباراه مغلوب وشوط بحاله مغلوب وقدرت ترجع وشوط اضافي شوطين اضافيين وقدرت تكسب وتكمل رغم ان انت تقريبا ما كنتش بتلعب بحارس مرمى كامل احترامي طبعا لمحمد صبحي لكن طبعا خبرته كانت فرق كبير جدا مين كان يتوقع الحارس الثالث هو اللي يقف وفي ماتش مهم قدام المغرب لكن طبعا التوتاليتي اللعيبه قدروا يدوا له الثقه يبعدوا عنه اي حد يشوط يعني وطبعا ربنا بفضل الله من قبل الكل ان هو دعم ده او يعني ساعدنا في ده لحد ما عدينا بس ماتش المغرب انا كان كله تخوف ان احنا نوصل لضربات الجزاء طبعا ملهاش كبير وربما تكون ولاده ربما كان محمد صبحي كمان يعني بالظبط ولاده نجم زي ما حصل مع ابو جبل في هو مش طبعا ابو جبل نجم مش ولاده نجم ولا حاجه لكن هو نجم لكن قدر يصد فكانت ليله ابو جبل زي ما بيقولوا فالفكره هنا المنتخب ما يقعش بقى نرجع للكلام ما يقعش في الاستفزازات وخصوصا مع حكم يعني بلغه الكوره بارد جدا في الملعب ربنا يستر زي ما انت قلت هم مركزين ان شاء الله باذن الله الفوز لمنتخبنا محسن بنشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا ربنا يكرمك شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله باذن الله الكاس مصريه باذن الله الكاس الثامنه تكون مصريه كل التوفيق لمنتخبنا وكل التوفيق
لفريقنا النادي الأهلي العظيم في مشواره في كأس العالم للأندية. شكرا لحضراتكم، وقابل حضراتكم إن شاء الله في حلقة جديدة ويوم جديد من محترف الخميس الجاي في نفس الميعاد. شكرا جزيلا.